عاد إلينا مرة أخرى السيد أمير المفرجي السياسي العراقي من باريس عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ أمير مرة أخرى، فحبذا لو أكملت إجابة السؤال الذي سألتك إياه قبل قليل عن التظاهرات الآن وفي شهرها السادس، كيف تراقبها وكيف تنظر إلى مسيرتها؟ من الطبيعي أن انتفاضة تشرين هي انتفاضة لها هدف واضح، هي انتفاضة لمصير شعب ووطن ومصير تاريخ عريق لبلاد الرافدين. بلاد الرافدين انتفض أهلها في الوقت الحاضر لأنها سرقت من الأجنبي، لأنها يعني ثرواتها قد ذهبت إلى الأجنبي. منذ 2003 العراق ليس له سيادة، العراقيين أصبحوا يشعرون في بيوتهم بأنهم غرباء على هذا البلد الذي هو جاء من آبائهم وأجدادهم. إذن الانتفاضة هي طبيعية بكل معنى الكلمة، لأنها انتفاضة بقاء واستمرار لحياة العراق ومستقبله مع بقية الأمم في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط. مع طول المدة وإصرار الثوار على انتصار الثورة، بماذا تفسر اعتماد الحكومة على عامل الوقت؟ دائما ما تماطل، دائما ما تطيل المراحل إلى الأمام، لا تلبي مطالب المتظاهرين السلميين مع أنها مطالب مشروعة. هذا التعمد في المماطلة بما تفسره؟ من الطبيعي أن الحكومة العراقية أو النظام العراقي بالأحرى هو نظام ليس له حل سوى المماطلة من جهة، ومن ثم استعمال القوة عندما تصل الحالة إلى الحد الأقصى وهو وصول المتظاهرين إلى عمق المنطقة الخضراء. ليس هناك أي حل للنظام العراقي سوى الانتظار، لأنه يعتمد على ما سيحدث في منطقة الشرق الأوسط، لأنه يعتمد على ما سيحدث لأسياده في إيران. فلهذا هم يلجؤون إلى شيء واضح وهو المماطلة، لأن ليس هناك حل، ومن ثم التأكيد بالعراقيين، لأنهم وأنا أقولها بكل معنى الكلمة يخافون ويهابون هذا الجيل العراقي الصاعد الذي هو جيل الانتفاضة بامتياز، وهو جيل الثورة العراقية التي ستعيد حقوقها للشعب العراقي. فمن هذا المجال هم يخافون هذا الجيل، فلهذا هم يستعملون هذا يعني هذه المماطلة، ومن ثم استعمال ليست فقط مماطلة في يديهما في الوقت الحاضر. هم ليسوا فقط مستمرين بالمماطلة، وإنما أيضا مستمرين بعمليات القمع وعمليات التعذيب وعمليات الاعتقال. اعتماد الحكومة على الخيار الأمني على هذا النحو، إلى أي مدى تفسره أنه ربما يعني أن شركاء العملية السياسية قد أمنوا العقاب، أمنوا العقاب، أمنوا المساءلة والمحاسبة؟ من الذي يحاسب على هذه الانتهاكات التي ترتكب ضد متظاهرين سلميين؟ من الطبيعي أن الجواب على سؤالك الكريم يعني يثبت بأن هناك إهمال متعمد من قبل المجتمع الدولي بما يحدث في العراق. المجتمع الدولي كأنه رضى في أن يرجع العراق كبلد متخلف وكبلد تأتي إليه القوى الخارجية لاحتلاله. أن وجود إيران كمثل في العراق هو مثال واضح، ولكن سكوت المجتمع الدولي، سكوت من كان صديقا للعراق في الوقت الحاضر، هو سكوت غريب، لأن إيران قد احتلت العراق. عندما احتل العراق الكويت في 2002 كل المجموعة الدولية جاءت لإنقاذ الكويت، ولكن الآن العراق محتل ومحتل بصورة قاسية. هناك القتل المتعمد الذي تقوم به إيران عن طريق ميليشياتها، ولكن للصبر حدود. أنا في نظري أن المجتمع الدولي سوف يعني يفكر أكثر من مرة لإعطاء الشرعية للمجتمع العراقي، للشعب العراقي، لنيات حقوقه الشرعية، لأن العراق هو بلد حضاري، بلد موجود في الخارطة الشرق أوسطية. وأن إيران مع استمرار التظاهرات أستاذ أمير المفرجي، مع استمرار التظاهرات وسلمية هذه التظاهرات ومطالبها، ومع المماطلة من قبل الحكومة والقمع الميليشياوي، فشل محمد علاوي بتشكيل الحكومة، استمرار الصراع بين الأحزاب على المناصب، هذا الأمر إلى أي مدى سيؤثر على أو سينعكس على التظاهرات؟ لا شك أن
الصراع الموجود بين القوى التي تكون السلطة في العراق هو صراع يستفاد منه المتظاهرون في الشارع العراقي، لأن عندما نقول صراع بين هذه الأحزاب المتصارعة على السلطة يعني فشلها في إيجاد حل واحد يستطيع أن تخرج منه العملية السياسية التي يريدونها أن تكون. إذا الصراع هو من الصراع من الناحية يعني العملية هو في صالح الانتفاضة العراقية، لأن أنا اعتقادي ما يحدث في إيران وما يحصل من خلافات داخل ما يدعى مع الأسف أن أقول ما يدعى بالبيت الشيعي هي خلافات عميقة، خلافات الصدر مع المالكي موجودة لحد الآن، إلى سقوط علاوي في الترشيح الأخير كان أكيد بصوت المظاهرة بعنفوان المظاهرة، ولكن كان له أثر أيضا من قبل الصراع الذي هو موجود بين نور المالكي وهو خصوصا مقتدى صدر الذي يريد أخيرا وكما لاحظناه بعد يعني أن جاء من إيران أن هناك نوع من الفكرة على وضع اليد على العملية السياسية بكاملها. طيب. وهذا ما يغضب حلفائه في البيت الطائفي. مع هذا التجاهل الحكومي يعني ما الواجب الآن على المتظاهرين أن يسلكوا أي طريق؟ الحل الوحيد للانتفاضة العراقية هو الثبات، لأن ليس هناك أي طريق آخر للخروج من هذا النفق المظلم الذي جاءت به الأحزاب والذي جاءت بها القوى الإقليمية والعالمية. الثبات على نفس المطالب ألا وهي تغيير النظام السياسي العراقي، شلع أو قلع كما يقولون الأحزاب الطائفية التي هي السبب الأول في كل ما يحدث في العراق، هي السبب في البلاء والفساد وسرقات الثروات التي كان من المستحسن أن تكون للشعب العراقي ولمستقبل هذا الشباب. إذا الثبات على طريق، ليس هناك طريق آخر غير الاستمرار في انتفاضة تشرين المزيدة التي هي انتفاضة مزيدة يعني يراد منها تحرير العراق من الوجود الخارجي، من وجود إيران، من التبعية للدول التي أستاذ أمير تأتي نعم المليونيات المتتابعة، حراك الطلبة، أصبحت الآن التظاهرات بحسب وصف الكثير وبحسب وصف مراقبين لثورة تشرين أنها تظاهرات نوعية، أصبحت تظاهرات للمثقفين، تظاهرات للأكاديميين، تظاهرات للمرأة، ويعني تفعيل دورها وتفعيل إرادتها في أن تختار يعني شكل المستقبل لأولادها وللأجيال المقبلة. هذا الأمر ألا يعطي زخما أكثر لثورة تشرين؟ ألا يجعل الموقف الدولي ربما يتغير بالنظرة إلى هذه الثورة مع هذا التجاهل الدولي الواضح؟ من الطبيعي أن المجتمع الدولي يعلم جيدا بأن انتفاضة تشرين، انتفاضة الهوية العراقية، هي انتفاضة تشمل كافة طبقات الشعب العراقي سواء كان طلابا أم عمال وكذلك نساء أم رجال، لأنها ثورة حقيقية بكل معنى الكلمة تمثل الثقافة العراقية التي عرفناها منذ أن كنا يعني نتكلم من كنا في المدارس نريد أن يكون العراق هو سيد نفسه. إذا المجتمع الدولي يعرف، ولكن السكوت والغموض في هذا السكوت هو يرجع على ما أعتقد على صراع القوى الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط. لاحظ ما يحدث الآن من صراعات يعني داخل المناطق الإقليمية بين إيران وبين السعودية بين جميع الدول الموجودة. إذا هناك نوع من السكوت من قبل حلفاء هذه الدول، لا شك أن إيران لها حلفاء أيضا في العالم، ولذلك هي تريد أن تبقى بمساعدة حلفائها. ولكن أنا في أعتقد أن المجتمع الدولي سيكون في النهاية يعني سيقرر أن يكون هناك حل للقضية العراقية، لأن هذه القضية سوف يعني لا تحل في هذا الوضع الشاذ الذي هو من مسؤولية المجتمع الدولي، لأن العراق هو بلد موجود في الأمم المتحدة وله سيادة ويجب أن تعاد له السيادة من جديد وكما كان في السابق. السيد أمير المفرجي السياسي العراقي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب من باريس.